بخبر وفاة الأخ مصطفى كنوز مقدم عون السلطة بالدائرة 12. هاد المقدم اللي كتشهد له كل سكينة بحسن الخلق، هاد المقدم اللي ربات واحد الفاعلة جمعوية قيدومة العمل الجمعوي الحاجة زهور برجاوي، كي قلت كيشهد له كل سكينة بحسن الخلق. هاد عون السلطة اللي خرج معنا في الكونفينمون في ايام كوفيد 19، خرج معنا زلقة زلقة، برج مولاي عمر كله كيعرفو. تصدمنا في الموت ديالو، جينا اليوم حنا كمجتمع مدني باش كنعزيو في الام ديال كنعزيو الام ديالنا زهور برجاوي، الام ديالنا اللي علمتنا العمل الجمعوي وتربينا عليه ديال العمل الجمعوي. نأزروها في هذا المصاب الجلال، ماشي سهل عليها، ماشي امر هين عليها. وفاة شاب ولد ربته حتى فقدته شاب، بخصوص انه يلاه كي تزات عنده عاد كي زوجاته، يعني تزات عنده واحد هذا في ايام قليله، عاد ايام قليله حنا مصدومين في حق الله. الافكار ديالنا مشتته، ما عرفنا شنو في حق الله، انا ما عرفت شنو غادي نقول. انا كان عندي السفر اليوم للرباط واجلته بمجرد ما سمعت هذا الخبر، هذه الفاجعه، هذه كنسميوها فاجعة، بالفعل راه فاجعة لينا. من خلال المنبر ديالكم كنشكركم بعدا على الحضور ديالكم وتغطية هذا الحدث. من خلال المنبر ديالكم كنعزي الأم ديالي زهور البرجاوي، كي قلت قيدومة العمل الجمعوي، كنعزي خواتاتي صباح أكنوز وحياة أكنوز. فاش غادي نقولوا؟ ما عندنا ما نقولوا إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يجعله ان شاء الله مدلول تحت عرش الرحمن. وشكرا لكم، معكم منى جبده رئيسه جمعيه منى لدعم القدرات النسائيه. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تلقينا يوم الجمعه، تلقينا خبر اللي هو في حقيقه اثر فينا واثر في السكينه ديال البرج مولاي عمر وكذلك المجتمع المدني، الا وهو الوفاه ديال الاخ اخت حياه اكنوز الفاعله الجمعويه السي حميد في قيد حياته. نتمنى الله يرحمه انه يوسع عليه ويلحقوا بنبيه عليه السلام. وفي حقيقة هذا الخبر هذا يعني جانا كالصاعقة، أنه كان يعني مريض مسكين وكان كيتعالج وتوفى بمدينة فاس وبمستشفى بمدينة فاس. وحنا كمجتمع مدني وكساكنة وكحضور جينا والحمد لله، يعني جاو حضرت واحد كمية هائلة ديال الناس اللي جاو تبعوه المقبرة، وهذا كيشهد له على أنه كان إنسان قيد حياته، إنسان في المستوى. ونطلبوا من الله عز وجل أنه يرحمه ويوسع عليه ويلحقوا بنبينا عليه السلام، ويصبر الاهل ديالو ويصبر الاسره ديالو ويصبر الوالده ديالو والاخوان ديالو والاخوات ديالو. ولله ما اعطى ولله ما اخذ، وهذه سنه الحياه. ما نطلبوا له، ما بقى لنا ما نطلبوا له الا الرحمه والمغفره من الله عز وجل، والله يصبر العائله مره اخرى. وكنشكر المجتمع المدني اللي جاوا حضروا بكثافه، وهذا هو العمل الجمعوي وهذا هو العمل، يعني هكا خصنا نكونوا متحدين. يعني الحمد لله تقريبا جمعيات مدينه مكناس والصحفيين والحقوقيين تقريبا كلهم جاوا، شفت تقريبا كاملين جاوا حضروا لهذه الجنازه هذه، وهذا دليل على ان مدينه مكناس مازال فيها الخير ومازال فيها الرحمه. والله يطلب الله اننا نزيدوا القدام بالتلاحم بعضياتنا، ونزيدوا الامام بالاخوه ديالنا والمحبه ديالنا. ومره اخرى كنطلبوا له الرحمه والمغفره، وكنطلبوا العزاء ديالنا الاسره ديالو الكبيره والصغيره، والام ديالو زهور المرجاوي، والاخت حياه اكنوز، والاخت صباح اكنوز، والسي عبد العالي الاخ ديالو، والاخوه الاخرين اللي ما كنعرف الاسماء ديالهم، الله يرحمه ويوسع عليه. وشكرا للمنبر اللي تا هو جا ودار التغطيه لهذا الحدث هذا. ولله ما اعطى ولله اخذ، وإن لله وإنا راجعون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم تفتي سلام رئيس جمعية فضاء مكناس للأعمال الاجتماعية والتنمية التشاركية، والسلام عليكم. أولا الحضور ديالنا اليوم هو إلا تضامن وتأزر مع الأخت حياة أكنوز الوفاة ديال الأخ ديالها مصطفى أكنوز الشاب اللي أب الأسرة، وكذلك التعازينا الحارة للأم ديالو اللي في الحقيقة الأم المناضلة، واللي تعتبر مصطفى بالنسبة لها هو الابن البار بالنسبة لها وبالنسبة للأخوات ديالو كاملين والإخوان ديالو. اليوم في الحقيقة جنازة برهنات على أن كاين هناك تضامن وتآزر ما بين الإخوة كاملين وما بين جميع الفئات، سواء المجتمع المدني أو الحقوقي أو المواطنين ككل. اليوم برهننا على واحد التلاحم وواحد الحب وواحد ما نقدرش نوصف لك، لأن الجنازة كانت تتجسد
ذلك التضامن. يعني جنازة اللي كانت اش غادي نقول لك، ما انا بعدا اللي مازال ما عمرني ما شفتي جنازه بهذه الكميه وهذا هذا ديال هذا العدد ديال الناس اللي جاوا اليوم. ما هو الا حب في هذا الشاب اللي هو مازال شاب واب لاسره ومسكين. اش نقول لك الحقيقه تنتألم لانني عاد حضرت له الاسبوع ديال الابن ديالو ومازال مسكين ما كملاتش الفرحه ديالو، ونتمنى له الرحمه وربي ان شاء الله يا ربي يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، لانه راه في الحق ابن بار. وحاش اش نقول لك، ما انا بعدا الاحترام ما يهزش العين ما يتكلمش، ما واحد الانسان اللي الوقار بمعنى الكلمه والله العظيم. تنتمنى له الرحمه وتنتمنى للام ديالو الصبر، تنتمنى لها الصبر لزهور البرجاوي المناضلة اللي في حقيقة ضحات من أجل ديالهم من أجل ديال الأبناء ديالها. وكذلك تنقدم تعازي ديالي للحياة وكنوز كصديقة ديالنا وكفاعلة جمعوية، وتنتمنى أن ربي إن شاء الله يا ربي يدخلوا الجنة ويغفر له، وربي بغاه في هذا النهار المبارك اللي هو يوم الجمعة وفي شهر مبارك اللي هو شهر رجب. هذا المسائل حتى هي راه تتبرهن على أنه إن شاء الله يا ربي وربي تيوعدوا بالجنة إن شاء الله يا ربي. وشكرا للجميع، وتنشكرك أنت الأخ على هذه التغطية.